تتمهل. هل تعلم أن عند رميك النفايات تقوم بإيذاء بيئتنا المحلية والعالم؟ إن البلاستيك الموجود في الأنهار والبحار والمحيطات يجعل من الصعب على الأسماك والثدييات البحرية والنباتات البقاء على قيد الحياة، حتى أن بعضهم مهدد بالانقراض بسبب نفاياتنا. وهناك العديد من الأشخاص يتخلصون من القمامة بإلقائها على الأرض أو في الماء بدلاً من رميها في سلة المهملات حتى يتم إعادة تدويرها. انظروا هناك إلى الأشخاص الذين يحرقون القمامة بعد الاستمتاع بوقتهم، وهم يعتقدون أنهم تخلصوا منها، ولكن في الحقيقة أنهم تسببوا في زيادة الغازات الضارة التي تهدد الحياة البرية، وهذا له تأثير مباشر على التغير المناخي. إذن كيف يمكننا المساهمة في التخلص من النفايات؟ لنبدأ بجمع النفايات من الأرض ومن المياه. علينا التقليل من استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بأكياس قطنية يمكن إعادة استخدامها. وفي حال استخدام الأكياس البلاستيكية يمكن استخدامها أكثر من مرة بدلاً من رميها. في المنزل احرصوا على فصل النفايات وإعادة تدويرها وإعادة استخدام بعض المواد. يمكننا أيضاً إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة وفي البناء. شكراً لكم أصدقائي على مساعدتنا في الحفاظ على عالمنا وبيئتنا من خلال إبقائها نظيفة.